عايز أعرف رؤيتك الخاصة بسوق المصرية للسيارات، هذه واحد. اتنين، برضو الرؤية الخاصة بكاديلاك طبعا زيرو انبعاثات، في إزاي هتقدري تطرحيها في السوق المصرية للسيارات في المرحلة المقبلة إن شاء الله. Okay. The automotive industry here in Egypt has a ton of potential. السوق المصري هي سوق واعده جدا، وانه الاشخاص او اعداد الافراد اللي بيملكوا سيارات بالمقارنه بدول اخرى زي كندا او الصين او امريكا هي اقل بكتير، فبالتالي رؤيتنا انه هناك فرصه كبيره جدا لنمو هذا السوق والحجم بتاعه يكبر في السنوات القادمه ان شاء الله، لأنه فعلا بالمقارنة بدول أخرى هناك فرصة لهذا النمو، وإحنا فعلا شايفين أنه ده سوق واعد جدا، وإحنا بنعمل بخططنا كلها علشان نقدر نكبر أو ننمو مع في هذا السوق. إحنا شركة رائدة في هذه السيارات، صناعة السيارات، ومش بس في الكوميرشل أو السيارات التجارية، ولكن إحنا يهمنا كمان أن إحنا نبقى برضو في الريادة في السيارات الملكي، وده اللي دفعنا ان احنا نقدم السياره الشيفروليه، السيارات السياره الكاديلاك، وهي اول سياره كهربائيه بالكامل من الطرازات الفاخره، وهنقدم 5 طرازات بحلول 2025، فاحنا شايفين انه ده سوق واعد لنمو كمان السيارات الكهربائيه في مصر. السيارات الاخرى اللي بتعمل بالبنزين والديزل هتكون مستمره وموجوده في هذا السوق، ولكن سوق السيارات الكهربائيه في اعتقادنا ان هو هينمو اسرع مما الناس تتوقع، وانه هيكبر اكتر من الناس تتوقع. Thank you very much. Thank you so much. Nice meeting you. Nice meeting. Really.